في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 التي يشرف عليها وعلى انطلاقتها الملك محمد السادس نصره الله، تقوم ولاية أمن فاس بتنظيم هذه الحملة على مستوى الفضاء المخصص لاستقبال موظفي الأمن الوطني المتواجدين في الصفوف الأمامية. هذه العملية تمت بتنسيق مع السلطات الصحية لولاية فاس. تنطلق هذه العملية في ظروف جد عادية وفي احترام تام لجميع ميزور سانيتير اون فيغور. كذلك يتم مرور هذه الموظفين بقاعة الانتظار ثم بقاعة التسجيل ليتم استقبالهم من طرف طبيب تابع لوزارة الصحة قبل القيام وتلقي الجرعات. كان من أول المتلقين السيد الوالي الأمن فاس، كذلك جميع رؤساء المصالح والأطر الصحية والأطر الموظفين التابعين لولاية أمن فاس. تمت العملية في ظروف جد عادية.